الإقليمية وانسحاب نواب التحالف الكردستاني من الجلسة. يعرب القحطان والتفاصيل. بعد أن كان من المقرر أن توضع الميزانية في مقدمة أعمال مجلس النواب، إلا أن الجلسة قد خلت من فقرة الموازنة على الرغم من أهميتها، ما يثير الكثير من التساؤلات حول سبب إجهاض هذه الفقرة وباستمرار عدم اكتمال النصاب وانسحاب نواب التحالف الكردستاني من الجلسة كانت السبب في تأجيل إقرار الموازنة. انسحاب كان مستمر في الفترة الأخيرة، سيما بعد خروج الموازنة من رئاسة الوزراء لاعتراضهم على بعض بنودها، مطالبين بالوقت ذاته إعادة صياغة مسودة الميزانية من جديد ومن ثم عرضها كقراءة أولية داخل البرلمان. أكثر من 20 بند فيها ليس مكان موازنة، فرض الإرادة، استهداف سياسي بالامتياز، دعاية انتخابية، أبواب مبامة، فيها فقرات تجاوز على المال العام. لذلك نحن نقول فرغت الموازنة من محتواه عندما رحلت بهذه الخلافات من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب العراقي. أعضاء آخرون كان لهم رأي مغاير، فقد عللوا سبب تأخير إقرار الموازنة إلى المطالب التعجيزية للتحالف الكردستاني، إضافة إلى الخلاف حول موضوع البترودولار ومسألة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، فضلا على عزوف بعض النواب من الحضور للجلسات لأسباب سياسية أو حزبية. كلها أمور قد اجتمعت وجعلت الكثير من القوانين معطلة حتى وصلت إلى وقت فيه الزمن يمضي والمواطن لا يزال في إطار الصبر. أنا قلت لك لا زالت خلافات كبيرة، الأخوة التحالف الكردستاني لا زالوا مصرين على أن يحسم هذا الأمر على الموازنة الاتحادية. نأمل في الأيام القليلة القادمة، مجلس النواب مستمر في عمله، نأمل في الأيام القليلة القادمة أن تحل هذه الخلافات وأن يتم قراءتها قراءة أولى ومن ثم قراءة ثانية وبعدها يتم المصادقة عليها. لا زالت الموازنة تعاني من عقدة الخلاف بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بالواردات نفط إقليم وكذلك بحصة 17%. نأمل أن هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل الآن دخلوا في اجتماع تداولي أن يتمكنوا من السيطرة على هذا العقدة. وعلى الرغم من أن الدستور كان واضحا في فقراته وبالمواعيد المحددة لإقرار الموازنة، إلا أن الشارع اليوم قد لاحظ أسباب التلكؤ بإقرارها، لا سيما وأن تأجيلها أكثر سيعود بصورة سلبية على الشارع، لأنها من الممكن أن تقر في مرحلة الحكومة الانتقالية، وبالتالي سيتم تسويف الأموال والاستفادة منها لأغراض انتخابية. مخاض عسير وميزانية تحتاج إلى ولادة قيصرية قبل أن تخرج إلى النور. كردستان تطالب بتخصيصات لها، ومحافظات الوسط والجنوب غير المنتجة للنفط تطالب بتسويتها بالمحافظات المنتجة للنفط، وبين هذا وذاك تبقى الميزانية تقاس بميزان الذهب في آخر شهرين لهذه الدورة التشريعية. من داخل مجلس النواب، يعرب القحطان، الإشراق. بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد بصورة عامة ومحافظة